بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ها أنتم اليوم تجتمعون في مجلس لمذاكرة ومدارسة يوم عظيم من أيام الله، فمجلس للحديث عن يوم من أيام الله في رحاب بيت الله وبين أهل كتاب الله المشتغلين به تعلما وتعليما. من مثلكم هذه الساعة في مثل ما أنتم فيه مما تتقلبون فيه من الخيرات، وما أنتم فيه من أكناف البركات في رحاب البيت الحرام، فاحمدوا الله واشكروه كثيرا. والحق يا أهل حلقات بيت الله الحرام التي تتعلمون فيها كتاب الله جل وعلا، أنه ما تحلقت حلقة لمدارسة كتاب الله أعظم شرفا ولا أجرا ولا أحسن ظنا منكم وأنتم تتحلقون في رحاب بيت الله الحرام وقرب كعبته المعظمة، تتلون كتاب الله بالقرب من بيت الله، وأنتم في أفياء بيته تتدارسون كتاب الله، تحفكم الملائكة وتنزل عليكم السكينة وتغشاكم الرحمة ويذكركم الله في من عنده. أما إن أهل الحلقات في كل بلاد الدنيا ينالون هذا الأجر كمثل ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هكذا بإطلاق. فهذا الفضل والكرامة والأجر والمثوبة والمنزلة الرفيعة يستوي فيه أهل الحلقات الذين يجتمعون لمدارسة كتاب الله في كل مكان، لكنكم تنفردون عنهم بفضيلة البقعة التي فيها تجلسون، وتتشرفون بهذا الجمع بين خير إلى خير وفضل إلى فضل. قال عليه الصلاة والسلام: ويذكرهم الله في من عنده، يذكر الله القوم المجتمعين لمدارسة كتابه وهم يتلون كتاب الله ويتعلمونه ويتدارسونه فيما بينهم. ولك أن تستشعر هذا الفضل أن يذكر اسمك عبد الله طالبا أو معلما، شيخا أو تلميذا، تذكر في الملكوت الأعلى، ويذكر هذا في ثنايا ما حباكم الله تعالى به من هذا الشرف والخير والبركة، لتكون في صحيفة عملك يوم تلقى الله أنك واحد ممن ذكر مرارا في الملكوت الأعلى بما آتاكم الله عز وجل من مدارسة كتابه والاشتغال به. فهنيئا لكم يا أهل الحلقات، ولتغتبطوا والله بهذا الفضل فلا تزهدوا فيه. أما إن أساتذتكم وشيوخكم في هذه الحلقات المباركة حريصين غاية الحرص، حريصون غاية الحرص، ومجتهدون في الحضور والانضباط والبذل والتعليم والتدريس والتلقين لأجلكم، فقابلوا رعاكم الله هذا الجهد بجهد، وهذا الحرص بحرص، وهذا الهم بهم، لا يليق بطالب يأتي وقد سبقه أستاذه، ولا ينبغي لحلقة يحضر أستاذها وشيخها ومعلمها ثم يحضر الطلاب بعده تباعا ويتأخرون ويتعاقبون، بل ربما يزهدون في الحضور أو يقصرون. إياكم أن يفوتكم هذا الشرف أولا، وذكر الأسماء في الملكوت الأعلى ثانيا، والأدب بين أيدي أساتذتكم وشيوخكم ثالثا، بالجلوس إليهم والحرص على الإفادة منهم، فوالله إنكم لفي فضل عظيم وخير كبير. فاحمدوا الله أولا واشكروه وأثنوا عليه سبحانه بما يستحقه، فهو والله من عظيم نعم الله علينا يا أهل كتاب الله في رحاب بيت الله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم اعرفوا رعاكم الله لكل من كان سببا في هذا الخير الذي أنتم فيه، اعرفوا له فضله واشكروا له صنيعه، وإن لم تجدوا ما تكافئونهم به فحسبكم الدعاء لهم. كل قائم على الحلقات إدارة وأساتذة ومشرفين ومعلمين ومهتمين يستحقون شكرا ودعاء، وأوفر ذلك من تذكرنا بالدعاء وحرصنا على الثناء ومقابلة الإحسان بإحسان.
هذه بلادنا المباركة وحكومتها الموفقة التي كانت ولا زالت ترعى كتاب الله وتحرص عليه وتهتم بأهله معلمين وطلابا، فاللهم اجزهم خير الجزاء وأوفر لهم العطاء ووفقهم لمزيد من الخير والسداد في خدمة كتابك العظيم. أي أهل القرآن، مجلسنا هذا الذي اجتمعنا له مناسب ليومنا الذي جئنا فيه. هذا يوم العاشر من شهر الله المحرم، يوم عاشوراء الذي استحب لنا استحبابا شديدا صيامه ونيل الأجر فيه، وهذه الكليمات التي نقضيها في الدقائق المعدودات هي عما يتعلق بيوم عاشوراء. والذي يتعلق بعاشوراء من الحديث والمدارسة والمذاكرة جانبان، أحدهما من حيث الفقه والأحكام، والثاني من حيث المعاني والفوائد والاستلهام. أما الجانب الأول فلا أحسب أن مسلما يصوم عاشوراء إلا وهو حريص على فضله ونيل أجره وثوابه، وذلكم هو الذي جاء في السنة المطهرة، لأنكم تعلمون وأنتم حفاظ لكتاب الله أنه لم يرد اسم عاشوراء في كتاب الله عز وجل باسمه عاشوراء، لئلا يقول قائل كيف نصوم يوما بهذا الاسم وليس له ذكر في كتاب الله إطلاقا. فنحن نصومه لأنه قد ورد في كتاب الله ما يتعلق بصوم عاشوراء لا باسمه بل بسببه وحكمته. نعم، فعندما يكون الحديث شرعا عن صيام عاشوراء نتكلم عن ثلاثة أمور: عن فضله وعن حكمته، ونتكلم عن مشروعيته. أما المشروعية فكيف أصبح صيام عاشوراء في شريعتنا معشر المسلمين؟ الجواب أن صوم عاشوراء مر في شريعة الإسلام بثلاثة مراحل. أولها صوم يوم عاشوراء في مكة قبل الهجرة، بل قبل الإسلام كان يوم عاشوراء كما تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. متى يعني؟ قبل الإسلام. السؤال: لماذا تصوم قريش يوم عاشوراء قبل الإسلام؟ قال بعض أهل العلم: لعله من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام التي كانت قريش تعيش على بقاياها. أما كانوا يطوفون بالكعبة وهم كفار؟ أما كانوا يحجون ويذهبون إلى مزدلفة ومنى وإن لم يقفوا بعرفة ويقولون نحن الحمص؟ فالشاهد كان عندهم بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام، فلعل هذا منهم. تقول رضي الله عنها: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصومه. هذه المرحلة الأولى. قالت: فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. هذه المرحلة الثانية. كان يصوم قبل الهجرة، فلما جاء المدينة صام وأمر بصيامه. الزائد هنا في المرحلة الحالية هو أنه أمر الأمة بصيام عاشوراء صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: فلما نزل رمضان. إيش يعني نزل رمضان؟ يعني ما كان يوجد شهر اسمه رمضان فنزل من السماء؟ لا، نزل فرض رمضان. فلما نزل رمضان نزل فرض صيامه. قالت: فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة، وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء تركه. هذه المرحلة الثانية. إذا المرحلة الأولى صيام تصومه العرب قبل الإسلام. المرحلة الثانية قدم المدينة عليه الصلاة والسلام فصام وأمر الأمة بالصيام. المرحلة الثانية ترك صيام عاشوراء وجوبا، لأن الواجب أصبح صيام رمضان، وبقي صيام عاشوراء من شاء صامه ومن شاء تركه. ها هنا سؤالان. السؤال الأول قولها رضي الله عنها: فلما قدم المدينة، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء. هل معنى هذا أن صيام عاشوراء كان واجبا فأصبح مستحبا؟ هذا احتمال.
واحتمال آخر أنه أمر بصيامه استحبابا من البداية، لكن لا يساعد على هذا قولها رضي الله عنها: فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء. ما الذي ترك في عاشوراء؟ ترك صيامه تماما؟ لا، ترك صيامه وجوبا. وماذا بقي؟ بقي الاستحباب. ويؤخذ الاستحباب عند الفقهاء من طريقين: أولاهما قاعدة أصولية أنه إذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب، وإن كان الكافة يقولون بقي الجواز. والطريق الثانية الأدلة الأخرى في السنة التي رغبت في صيام عاشوراء، وسيأتي ذكرها، الأدلة التي حثت على صيام عاشوراء وبينت فضله ومكانته ومنزلته في الشريعة. إذن كان يوم عاشوراء، كان يوم عاشوراء قبل صيام رمضان، هل كان وجوبا أو استحبابا؟ ها هنا قولان لأهل العلم. وقيل إن هذا ليس على الوجوب، ودليل ذلك حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وقد فهمت ما معنى ترك عاشوراء، هل هو الذي كان واجبا أم هو الاستحباب للانتقال إلى رمضان. النقطة الثانية، لما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسأل عن ماذا؟ عن صيامهم العاشوراء. لماذا يسأل وهو يعرف صيام عاشوراء قبل الإسلام في مكة؟ يعني ليس شيئا جديدا يتعجب منه. الذي دعاه إلى السؤال يا إخوة أنه فرح بصيام اليهود لعاشوراء، ذلك أنه لما كان بمكة صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من حال اليهود شيئا، لأنه لم يكن يعيش بينهم، فلا يعرف إلا ما كان بين أهل مكة، وأهل مكة أهل وثنية، فمهما فعلوا ليس هذا دليلا على شيء يمكن الاستناد إليه لإثبات أنه أمر من الشريعة أو من الله عز وجل. واليهود أهل كتاب، وعندهم كتاب ودين سماوي وإن كان محرفا. فلما وجدهم يصومون سأل ليس تعجبا بل معرفة لسبب الصيام. وجد اليهود يصومون هذا اليوم فأخبروه كما جاء في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. على المعنى الذي تقدم قبل قليل، هل هو الأمر على الوجوب أو على الاستحباب؟ والأول أظهر والله أعلم. فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل وموسى عليه السلام، وهو المقصود بقصة الفرار من مصر في عبور البحر التي سيأتي ذكرها بعد قليل. قالوا: هذا يوم صالح. لماذا وصفوا اليوم هذا بالصلاح؟ لماذا؟ لأنه حصل فيه خير وبركة ونعمة ورحمة من الله. إذن اليوم الصالح في حياتك يا حافظ القرآن اليوم الذي تكثر فيه طاعتك لله وحسناتك، والخير الذي تجده هو من صالح أيامك. فاليوم الصالح في صحيفة العبد ما ازداد فيه عمله الصالح، وما وجد فيه من رحمة الله عز وجل ما يرجو من الخير والبركة. قالوا: هذا يوم صالح. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بموسى، فصام وأمر بصيامه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا نستفيد من هذه الأحاديث من الجانب الأول وهو الفقهي المتعلق بشريعتنا في أحكام صيام يوم عاشوراء وحكمه، أنه عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه والحديث في الصحيحين قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. ما معنى أن اليهود كانت تتخذه عيدا؟ تلعب فيه وتفرح؟ طيب هل هذا تعارض؟ رواية تقول
وجد اليهود يصومونه. ورواية تقول كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال فصوموه أنتم. كلا الحديثين صحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم ولا تعارض بينهما. وسبب ذلك أو معنى ذلك أن قوله قول أبي موسى رضي الله عنه كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا لا يلزم من ذلك تعظيمهم ليوم العيد واعتقادهم بأنه عيد فلا يصام. في شريعتنا معشر المسلمين العيد لا يصام، لكن لا يلزم أن يكون في شريعة اليهود عيدا ويصومونه، فلا تضاد بين الأمرين. ويؤخذ أيضا العيد من المعنى اللغوي وهو اعتياد إتيانه في موعده كل عام، ويسمى العيد عيدا لأجل هذا. والعيد مكاني وزماني، فمن اعتاد أن يأتي مكانا يقال اعتاده واتخذه عيدا، ومن اعتاد فعل شيء في زمان بعينه يقال اتخذ هذا اليوم عيدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا أو لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا يعتادونه في زمان بعينه أو مكان بعينه لعبادة مقصودة بعينها فيصبح عيدا. فلا يلزم من تعظيم اليهود ليوم عاشوراء عدم صيامهم فيه، يعني يجتمع الأمران. فلعله كان من جملة تعظيمهم في شريعتهم ليوم عاشوراء أنهم كانوا يصومونه. وقد جاء هذا صريحا في رواية أخرى عند الإمام البخاري لحديث أبي موسى رضي الله عنه، الحديث نفسه، وهو يقول وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه. فجمع بين التعظيم والصيام صراحة في صنيعهم. وفي رواية مسلم كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا. فإذا لا منافاة بين رواية أبي موسى رضي الله تعالى عنه وبين ما تقدم من صوم اليهود ليوم عاشوراء. وأيضا ها هنا جملة أمور تناقش، منها مثلا هل يوم عاشوراء واجب الصيام؟ الجواب لا. كيف عرفنا؟ مما سبق من رواية عائشة رضي الله عنها فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء أفطر. يؤكد ذلك رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد دخل عليه ابن الأشعث أو الأشعث دخل على ابن مسعود رضي الله عنه فوجده يأكل، فقال الأشعث اليوم عاشوراء، يعني لماذا أنت لست صائم؟ قال اليوم عاشوراء. فقال ابن مسعود رضي الله عنه كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك فادنوا وكل. لماذا أمره بالأكل؟ هل هذا لأن ابن مسعود رضي الله عنه لا يرى استحباب صوم عاشوراء؟ الجواب لا. كيف؟ وفي الأدلة وفي السنة كثير من الأحاديث التي تدل على استحباب صيام عاشوراء، لكنه أراد عدم اعتقاد الوجوب، ألا يظن أنه واجب. قال أذن فكل تأكيدا على عدم وجوب صيام عاشوراء، وإن كان غاية في الاستحباب، لكن أمره بالأكل لئلا يظن أن صيامه واجب، فأراد أن يؤكد له عدم وجوبه فدعاه للأكل بعد أن ذكر له الحكم ونسخ ما كان من وجوب صوم عاشوراء بعد نزول صوم رمضان. فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنوات من عمره قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى. ومعنى ذلك أنه صام عاشوراء قبل هذا التاريخ وجوبا لما قدم المدينة، وغاية ذلك أن يكون صام عاشوراء وجوبا مرة واحدة. لما؟ لأنه قدم رمضان، قدم المدينة في شهر ربيع الأول ففات محرم، في السنة الثانية أدركه محرم فصام عاشوراء، في السنة الثانية نفسها فرض صيام رمضان، فعندئذ لك أن تقول لعله لم يقع له صيام عاشوراء وجوبا عليه الصلاة والسلام إلا سنة واحدة من حياته، ثم نسخ صيام وجوبه وأصبح بعد مستحبا. في الصحيحين أيضا يا أحبة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه قال ما رأيت النبي
صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. يريد أن يقول ليس من شهور السنة شهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صيامه إلا رمضان، وليس من أيام السنة يوم يتحرى النبي عليه الصلاة والسلام صيامه إلا يوم عاشوراء. لماذا جمع بين عاشوراء ورمضان، وهذا واجب وهذا مستحب؟ أراد أن يبين فضيلة اليوم بين الأيام والشهر بين الشهور، فهذا الجامع بينهما وليس الحكم الشرعي، فهذا واجب وذاك مستحب. سؤال يقول ما رأيته يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم. طيب صيام عاشوراء ما ثوابه؟ يكفر سنة. طيب ويوم عرفة؟ يكفر سنتين، فأيهما أفضل؟ عرفة. فما الجواب؟ قال أهل العلم يخبر عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما بما رأى وبما علم، فغاية ما في الحديث أنه أخبر بعلمه، أما رأيته أما سمعت، يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم. وعلى كل حال فغاية ما في حديثه رضي الله عنه بيان هذا الحرص النبوي. فأمة الإسلام في كل سنة ومطلع كل عام في شهر الله المحرم يحرصون على صيام عاشوراء. لماذا؟ أسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعرفون أنه كان يحب هذا اليوم، يحب صيامه، فنحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعظم ما عظم نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد علمنا أنه يتحرى، ومعنى يتحرى أنه ينتظره ويقصده ويخصه بالصيام لما فيه من الفضيلة، فأولى بأمة الإسلام ألا تزهد في هذا الأجر العظيم. ثم هو يوم وله الثواب العظيم الذي سمعت قبل قليل. وليس في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يمكن أن يكون اعتراضا على تفضيل يوم عرفة، فإنه أفضل من حيث الأجر والثواب. وقد قال بعض أهل العلم من اللطائف والحكم أن يوم عاشوراء وصيامه منسوب إلى نبي الله موسى عليه السلام، فكانت كفارته سنة، وصيام يوم عرفة منسوب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ودينه وشريعته، فكان الفضل فيه أعظم والثواب كان فيه مضاعفا بتكفير سنتين، ولله الفضل والمنة. في الصحيحين أيضا من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. مرة أخرى، بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. طيب من لم يأكل يعني هو صائم فلا يأكل حتى يتم صومه. طيب ومن أكل؟ من أكل؟ قد أكل، كيف يتم؟ هو ما ابتدأ حتى يتم، فليصم. هل يصح الصيام ناقصا جزءا من اليوم؟ لا، هو كمثل يوم من رمضان. ماذا لو جاء أول يوم من رمضان ورؤي الهلال البارحة لكن ما علمنا وما بلغنا الخبر، فأصبحنا مفطرين نحسب أنه يوم 30 من شعبان، الساعة 10 صباحا بلغنا أن اليوم رمضان وقد أكلنا وفطرنا، ما علينا؟ نمسك. نمسك مع القضاء، لكن ما معنى أن نمسك بقية اليوم؟ أن نترك الطعام والشراب تعظيما لحرمة هذا اليوم. أرأيتم؟ هذا في عاشوراء يبعث عليه الصلاة والسلام مناديا أن من أكل فليتم صومه أو فليصم، يعني ليكمل بقية يومه صائما ممسكا، ومن لم يأكل فلا يأكل، فليمسك عن بقية يوم عن الطعام بقية يومه. وهذا أيضا الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام جاء اسمه كفمي رواية مسند الإمام أحمد أنه هند بن أسماء ابن
حارثة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، مراعاة لحرمة الوقت. وهذا محمول عند العلماء على المرحلة التي كان فيها صيام عاشوراء واجبا، فأمر بإمساك بقية اليوم، ومن لم يأكل فليكن صائما. وقد وردت أسباب في صيام النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث نحن أحق بموسى منكم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وآله وسلم. نحن أحق بموسى من اليهود، لماذا؟ لأنهم حرفوا دينه وحرفوا كتابه، ونحن أحق لأننا نؤمن به على الحق، نؤمن أنه نبي الله حقا وأن الله بعثه صدقا، فإيماننا به عليه السلام أصدق من إيمان اليهود به عليه السلام. وأنتم تقرؤون في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني والمؤمنون أيضا آمنوا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا ركن من أركان الإيمان، ما هو؟ الإيمان بالرسل عليهم السلام، نؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم ونتبعه ونطيعه فيما أتى ونصدقه فيما أخبر، ونؤمن ببقية الأنبياء عليهم السلام تصديقا بنبوتهم، بل نحن يوم القيامة شهداء بين الأمم على نبوتهم، نشهد لهم ولسنا من أمتهم، وهذه كرامة لأمة الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، فنبينا عليه الصلاة والسلام أقرب إلى الحق وأطوع وأتبع لنبي الله موسى عليه السلام من قومه بني إسرائيل الذين حرفوا دينهم، فأمرنا أيضا نحن بحب موسى عليه السلام وبتعظيم اليوم الذي نجى الله فيه موسى، نفرح بيوم عاشوراء أن الله أكرم فيه نبيا من أنبيائه بالنجاة من طاغية من طغاة بني آدم، ممن ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، ممن سام بني إسرائيل سوء العذاب فعذبوهم وقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم. نفرح لأن الله أكرمه كما لو كنا معه وإن لم نكن من أمته. هذا جزء من إيماننا أمة الإسلام بنبي الله موسى عليه السلام، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، أرسل صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء. إيش يعني غداة عاشوراء؟ صباحا باكرا في الفجر، أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. هذا الجزء من حديثها رضي الله عنها كمثل حديث سلمة بن الأكوع الآن في ذكره، فإنه كان يأمر بإمساك بقية يوم عاشوراء لمن أكل، وهذا كما قلنا لما كان واجبا قبل أن يفرض رمضان. اسمع إلى ما تقول الربيع رضي الله عنها، قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. فائدتان كبيرتان: الحرص على الصيام وإشراك البيت والأسرة والأهل، النساء الأطفال الصغار والكبار، هذا يوم ما يفوت، هذا يوم لا ينبغي أن يفوت. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا. الفائدة الثانية: الصغير ما يجب عليه الصوم، وليس مطلوبا منه أن يتحمل الجوع والعطش، إنما هي التربية على الإيمان والعمل الصالح، فإذا اشتد عوده وكبر وبلغ سهلت عليه الطاعة والعبادة وانقاد، وهذا أيضا من أدب الإسلام. الفائدة الثالثة: كانوا يشغلون صغارهم بالألعاب
عن الشعور بالجوع والعطش لئلا يطلب الطعام، لأنه إذا اشتد جوعه وعطشه بكى، فإذا بكى رقت أمه عليه وأشفق أبوه عليه فأعطوه الطعام والشراب، وهم يريدونه أن يكمل الصيام إلى الغروب، فما الحيلة؟ إشغاله بالألعاب، فإذا اشتغل باللعب نسي قليلا الجوع والعطش فأتم صيامه، وهذا من التربية ومن أدب الإسلام العظيم في تربية الأولاد. قالت: ونجعل لهم اللعبة من العهن. العهن هو الصوف إذا كان مصبوغا، يعني كالدمى والألعاب التي يلعب بها الصغار، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. ما معنى هذا السؤال؟ والحديث من رواية ابن عباس في صحيح مسلم، وحديث الربيع الآن في الصحيحين. قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، يعني أرادوا أن يقولوا: يا رسول الله، إذا صمنا هذا اليوم تشبهنا بهم، وهم قد تعلموا منه عليه الصلاة والسلام أنه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يكن له فيه نص، فلما جاءت الشريعة واستقرت أحب مخالفتهم وتنحى عنهم لئلا يكون بينه وبينهم إلا الاشتراك في أصول الشريعة وهي التوحيد والإيمان بالله. فقالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. ومن هنا قال العلماء: يستحب لمن صام عاشوراء أن يصوم معه اليوم التاسع، وسموه تاسوعاء قياسا على عاشوراء. واليوم الثامن ماذا يسمى؟ ثامنا، ثامونا، لا، ما يسمى هكذا، فاقتصروا في التسمية على تاسوعاء قياسا على عاشوراء، ولا يقاس عليها بقية الأيام. هذه سنة، تريد أن تصوم عاشوراء اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتحصيلا للأجر وكفارة سنة، صم يوم التاسع أفضل. فمن لم يستطع واقتصر على عاشوراء فصيامه صحيح إن شاء الله، والله ذو الفضل العظيم. قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال: هل صام تاسوعاء عليه الصلاة والسلام؟ جواب: لا. فمن أين قلنا إنه مستحب؟ ألسنا نقول على الفعل الذي يفعله سنة إذا فعل؟ طيب هو ما فعل، عزم على الفعل ودلنا، فكان هذا دليلا على استحبابه وسنيته، فقلنا صيام التاسع مع العاشر سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه تأكيد على ما مضى في حديث ابن عباس وأبي موسى وغيرهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده. ما معنى يتعاهدنا؟ يتابعنا ويسألنا: صمت اليوم؟ أنت اليوم صائم؟ غدا عاشوراء، عليكم بالصيام. يتعاهدهم، يذكرهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده، تركهم، فمن شاء صام ومن شاء لم يصم. وهذا تأكيد على ما تقدم في الروايات الأخرى، وقد فهمت أنها المرحلة التي كانت في تلك المرحلة من التشريع في استحبابه بعد وجوبه. ويبقى حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم الذي بين فضيلة صوم عاشوراء وأجر عاشوراء وثواب عاشوراء، وهو حديث طويل رواه أبو قتادة رضي الله عنه، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا غضب؟ هل كان يغضب من السؤال أو من الجاهل إذا جاء يتعلم؟ لماذا غضب؟ لماذا غضب؟
غضب من السؤال، ما الذي يبعث على غضبه عليه الصلاة والسلام؟ السائل ماذا سأل؟ سئل عن صومه صلى الله عليه وسلم، يعني أنت كيف تصوم يا رسول الله؟ غضب من السؤال ما أعجبه. قال أهل العلم: لأنه سيخبر عن حاله وهي أكمل الحالات، فإذا أخبر بها ربما حمل بعض المسلمين نفسه على أن يبلغ بفعله مثل ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يطيق ذلك ولا يتحمله ويشق عليه، فما أعجبه السؤال. وفي رواية أن السائل رجل من الأعراب، وإنما جاء السائل يسأل فربما ما أحسن السؤال. اسمع، يقول أبو قتادة: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وببيعتنا بيعة. أراد عمر أن يهدئ غضب النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه، عمر الفاروق، الخليفة الراشد، الفقيه، الإمام، لما رأى الرجل بغير قصد أثار غضب النبي عليه الصلاة والسلام تدخل ليسكن من غضبه، وهذا من فقهه ومناقبه رضي الله عنه، لا يرضى للنبي عليه الصلاة والسلام بالغضب. فماذا قال؟ قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وببيعتنا بيعة. في رواية قال: فما زال يكررها حتى سكن غضبه عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ ثم دخل عمر في الكلام فقال: يا رسول الله، فسأله عن صيام الدهر، فأراد عمر رضي الله عنه أن يصوغ السؤال بطريقة تحقق للسائل هدفه من التعلم ويبعد عما فطن له رضي الله عنه. فسئل عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، أو قال: ما صام وما أفطر، من يصوم السنة كلها؟ قال: لا صام ولا أفطر. فسئل عن صيام يومين وإفطار يوم، قال: ومن يطيق ذلك؟ فسئل عن صوم يوم وإفطار يومين فقال: ليت أن الله قوانا بذلك. وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال: ذاك صوم أخي داود عليه السلام. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. فقال: صوم ثلاثة من كل شهر، ورمضان وإلى رمضان صوم الدهر. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. فهذا الجزء الأخير من الحديث هو الذي يتداوله الناس في فضل صيام عاشوراء، جزءا من رواية أوسع سمعت سياقها في بيان مكانة هذا اليوم من بين أيام العام. وقد قال أهل العلم: هذه الكفارة في صيام يوم عاشوراء لصغار الذنوب دون كبارها. ووجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام تقرر عندنا من أحاديثه أن الكبائر تحتاج إلى توبة صادقة وإلى إقلاع وإلى عزم على عدم العودة إليها، وأن الكبائر لا تكفر إلا بتوبة أو برحمة من الله عز وجل، وأنه يرجى تخفيف الكبائر بمثل هذه الفضائل من الأعمال. قالوا: ودليل ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس ورمضان وإلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فقيد بالكبائر. وبعض أهل العلم بل يقول: بل صيام عاشوراء وأمثاله يكفر الذنوب كلها، الصغائر والكبائر. ولو أراد أن يقيدها صلى الله عليه وسلم لقيدها: وحديث الصلوات الخمس ورمضان وإلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أخبر بقيد يحصل به فضل هذا العمل لا بإخراج الكبائر من أجرها وثوابها، والعلم عند الله. هذا الحديث الذي فيه فضيلة صيام يوم عاشوراء أيضا فيه بيان ما معنى أن تكفر السنة. وقد سأل سائل قال: إذا صمت يوم عرفة هذا العام، قبل شهر صمت يوم عرفة يوم التاسع، ويوم عرفة يكفر سنتين، فما الحاجة إلى صيام عاشوراء؟ عنده كفارة سابقة،
فإذا كفر الله عنه سنة ماضية وسنة قادمة، القادمة ما يدخل فيها محرم، طيب هو عنده كفارة، فلماذا يصوم عاشوراء؟ الجواب من أكثر من وجه يا كرام. أولها أن المؤمن لا يزهد في الأجر والثواب. يعني الآن لو قرأت اليوم سورة من القرآن أو حزبا أو جزءا، أتممت وردك مبكرا وبقي عندك متسع بعد العصر بعد المغرب، هل من الحكمة، هل من الفطنة أن تقول خلاص اليوم أتممت وردي فلا أقرأ مزيدا؟ لا، إن وجدت مزيد خير فأقبل. الجواب الثاني أن تقول إن كفارة يوم عرفة أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، يعني من يضمن لك أن الله قبل منك صيام عرفة وأن الله غفر لك وأنك حصلت على الكفارة؟ اطلعت على الغيب؟ نظرت في اللوح المحفوظ؟ رأيت صحيفة عملك؟ ما تدري. فأنت تسابق إلى الخيرات، تحسن الظن بالله، تبادر إلى الخيرات، وأنت ترجو أن يقبلك الله عز وجل. وختاما يا إخوة، كل ما سبق ذكره وفيه جملة من الفوائد أختمها بسؤال وفائدة. أما السؤال، قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فوجد اليهود تصومه. هو متى قدم المدينة؟ في شهر ربيع الأول، وعاشوراء في أي شهر؟ في محرم، فكيف وجدهم يصومون؟ قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء، هو جاء في ربيع ومحرم وعاشوراء في محرم، فكيف يعني وجدهم يصومون؟ طيب، لضيق الوقت جوابان. الجواب الأول وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر وقرره ابن القيم وغير واحد رحم الله الجميع، أن المقصود جاء في ربيع، فلما كان محرم من العام القادم وجدهم يصومون، بقية الحديث خلاص. هذا الجواب الأول وهو الأرجح والظاهر والله أعلم. الجواب الثاني أن يقال إنهم كانوا يصومون عاشوراء بأشهرهم الشمسية لا بالقمرية، فوافق عاشوراء في ذلك العام لما قدم المدينة شهر ربيع الأول الذي قدم فيه، فهو عاشوراء بحسابهم بالأشهر الشمسية، فكان هذا موافقة لهم في ذلك اليوم، فسأل فأخبر. ورجح ابن القيم الثاني ورجح الحافظ ابن حجر الأول رحم الله الجميع. أما الفائدة التي نختم بها مجلسنا أيها المباركون، عاشوراء صيام عظيم وكفارة وأجر وسنة كريمة، سمعت الأحاديث الواردة فيه، فمن صام عاشوراء فليضف إلى صيامه وأجره وثوابه المعنى العظيم الذي هو حكمة الصيام وسببه يوم صالح نجى الله فيه موسى عليه السلام من بطش فرعون وطغيان فرعون وأذاه واستعباده وظلمه وقهره لبني إسرائيل. في قصة عبور البحر وأنتم تقرؤون في سورة الشعراء وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي، وفي سورة طه فاسلك في طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، في غير ما آية فيه هذه القصة، كلما قرأت تذكر هذا الحدث العظيم، يوم عظيم كان فيه من قدرة الله ما جعل البحر الماء طريقا يابسا لموسى عليه السلام ومن معه، فلما عبروا البحر وأتبعهم فرعون بجنوده غشيهم من اليم ما غشيهم، أغرق الله فرعون بالماء الذي أوقفه نجاة لموسى عليه السلام. هذه قدرة الحكيم سبحانه. وها هنا درس بليغ يا كرام، الثقة بالله وحسن الظن بالله والتوكل على الله، مهما اشتدت في وجوهنا صعاب الحياة وأغلقت أبوابها، الفرج من الله، والقادر هو الله، ومسبب الأسباب هو الله. تنظر إلى البحر فلا خطوة لك فيه بقدرتك أنت وحساباتك أنت، لكن بقدرة الله القادر على كل شيء. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. كيف كلا؟ البحر أمامه وفرعون وجنوده من خلفه، وهو إما أحد أمرين، إما غرق في البحر أو قتل واستعباد مرة أخرى على يد فرعون. قال كلا بكل ثقة ويقين، إن معي ربي سيهدين. الهداية من الله أن يدلك على الصواب، على النجاة، على المخرج، على الحياة السعيدة الآمنة التي ترجو فيها رحمة الله. لا تقل إن موسى عليه السلام بوحي من الله كان يدرك النجاة، لأنه قال فأوحينا إلى موسى. التوكل على الله أن تكون بما في يد الله أوثق بما في يدك.